اليوم ننظم هذه الوقفة الاحتجاجية تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودأبا على ما دأبنا عليه دائما من تنظيم هذا اليوم، يوم 30 مارس، يوم الأرض الذي يعتبر يوما تاريخيا في تاريخ الشعب الفلسطيني، واللي مدينة أكادير أعطت فيه شهيدا ألا وهو الشهيد محمد قرينا الذي توفي، الذي اعتقل في أثناء الإضراب العام في يوم الأرض 30 مارس 1979 وتوفي في غيهي السجون كأول شهيد لمدينة أكادير مع تضامنا مع الشعب الفلسطيني. وبالتالي فنحن في مدينة سوس وفي منطقة سوس وفي مدينة أكادير على الخصوص دأبنا دوما على تنظيم هذا اليوم، هذا اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني في قضية الأرض الفلسطينية وتحية. تأتي هذه الوقفة اللي دعت لها الجبهة المغربية لنصرة القضية الفلسطينية وضد التطبيع على المستوى الوطني، تنديدا بالعدوان الغاشم للشعب الكيان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني، خاصة في هذه الأيام لنا يتماشى مع الجرائم الصهيونية للأطفال والنساء، وكذلك تضامن معنا مع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الفلسطيني. تأتي هذه الوقفة قلت في سياق دولي يتسم بالهجوم الإمبريالي الصهيوني على البلدان النامية وخاصة البلدان يعني دول الجنوب، وبالتالي تأتي هذه الوقفة لتنديد بالجرائم ديال الكيان الصهيوني وكذلك على المستوى الوطني بالتنديد بسياسة التطبيع مع الكيان الغاشم اللي كنقولوا احنا كشعب مغربي ضد التطبيع ومستمرين في النضال من اجل اسقاط هذا التطبيع، لانه التكلفة ديالو تكلفة يعني تمس بما عبر عنه الشعب المغربي طيلة عقود، باعتبار أن القضية الفلسطينية هي قضية وطنية يعني باعتبارها، وثانيا الشعب المغربي قاطبة أنه ضد التطبيع وأنه يتضامن بشكل يعني معروف مع الشعب الفلسطيني ضد الجرائم وضد الاحتلال الصهيوني الغاشم، خاصة أن هاد الأيام في طيلة شهر رمضان هناك منع يعني الفلسطينيين من دخول القدس، باعتبار معتبرين كذلك أننا مع الدولة الفلسطينية حرة وعاصمتها القدس، وتحية نضالية. تأتي هذه الوقفة تخليدا لذكرى يوم الأرض، هذه الذكرى 47 اللي عاشها الشعب الفلسطيني في هذا اليوم هذا، حيث كان هناك طرد للفلسطينيين من أراضيهم وتهجيرهم. تأتي هذه الوقفة كذلك تنديدا باستمرار الصهاينة في تقتيلهم وفي احتلالهم واستيطانهم للأراضي الفلسطينية، وكذلك تأتي هذه الوقفة لتنديدنا بالتطبيع الذي يقوم به النظام المغربي والذي يستمر فيه مجانا. تأتي هذه الوقفة كذلك تنديدا بمنع السلطات المغربية لكل الندوات وكل المهرجانات التي تنظم من أجل دعم القضية الفلسطينية وضد التطبيع. كذلك تأتي هذه الوقفة ليقول الشعب كلمته، الشعب ضد التطبيع دائما وأبدا، وتبقى الخيانة للأنظمة العربية جميعا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.